السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما رانا في ضغط جوي مرتفع راه تمركز على, على شمال إفريقيا وبالأخص على بلدنا هو لو دير حجز والحل اللي راح نرتقبوه صبيحة هذه التولتها بعدين نخشع شوية ضباب عموما تكون صافية على معظم المناطق من تاع بلدنا هيا دي مع الصباح نشوفوا الظاهرة إن شاء الله ظاهرة بدون تغيير يبقى دائما هذا الحال شباب على معظم المناطق الشمالية باستثناء في الجنوب تعبر عليها سحب من النوع العالي والمتوسط بدون فعالية خاصة على جبال الهوغار والتاصيلي دوك نجوزو لدرجة الحرارة البرد 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 لأن الجليد خاصة في الهضاب العليا وين الحرارة في بعض الأماكن حتى لثلاث درجات تحت الصفر بينما على السواحل ما بين 10 11 درجة عنابة مستغانم بجاية العاصمة بومردس وهران جيجل سكيكدا بالمناطق الداخليه كما ام البواقي قسمطينا ما بين 3 الى 5 درجات ميلا كذلك معسكر البليده تجوز البويره عين دفله شلف على الجنوب كذلك راهي في المعدل الفصلي 7 الى 9 درجات خاصة على العواصم تاع الهوغر والتصيدي كما الصحراء الوسطى المنيعه عين صالح تيميمون ادرار رقان اولف ما بين 11 12 درجه تندوف خارج بلاد 8 درجات واعلى مقياس دائما على برج بيتي مختار عين قزام وعين ازاوه نشوفوا درجه الحراره خلال الظهيره مع السميشة اللي تكون ان شاء الله الحراره ترتفع راهي في المعدل البسيط 18 بوهران وبني صاف كيما شرشال العاصمه دلس ازفون بجايه حتى العنابه والقالة هنا ما بين 16 17 حل الهضاب العليا 10 11 12 درجه المناطق الداخليه كذلك كما قسمتينا تبسا 13 بير عاثر منطقه سوق هراز قال ما 14 درجه 15 15 بتلمسان سعيده خد 23 بعصرة 20 بورقلة 18 بزلفانة غرداية ومتليلي منطقة تندوف غار بلاد حاسم ونير بني عباس وتبلبلة ما بين 21 22 عواصم الهوغر والتصل 27 وعلى مقياس دائما على أقصى الجنوب ونشجلوا 30 درجة مئوية دوك نجوزوا للملحة والصيد البحري البحار شباب 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 هايل لان الرياح ضعيفه مع الضغط الجوي المرتفع الاتجاه تاع الرياح تكون مختلفه سي دي فون فاريابل قوه ما بين 10 تقدر بعد الاحيان 15 كلم في الساعه واش الرؤيه لا فيزيبيليتي تكون هايله من 4 الى 8 اميال بحريه كالعاده نختم هذه النشره الجويه دائما بالمعلومات الفلكيه اللي تهم الجزائر العاصمه وضواحيها لهذا الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 انا ببقى لي غنقول لكم ربي دوم وقعدوا دائما مع برامج الشروق